السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا تطبيق جديد راح نطلعه مع بعض، ولكن قبل ما نطلع التطبيق راح نقرأ لكم مشروع العملة. إذا عجبك المشروع طلع تطبيق، لما عجبوش المشروع ما يطلعش تطبيق. أكمل الديت اختبار الداخلي في الساعة 8 يوم 5/5/2024. خلال فترة الاختبار الداخلي البالغة 15 يوم، تجاوز عدد المستخدمين المسجلين النشطين إلى 236529 باستثناء بيانات ومضى الجهاز، ويغطي 182 دولة بيانات ومضى صينية، تغطي 182 دولة ومنطقة، وتؤسس مجتمعات ديت في 67 دولة ومنطقة، من بينها الجالية الأمريكية والجالية الفارسية والجالية الصينية والجالية التركية والجالية الروسية والجالية الماليزية. خلاصة وش كنت نقرأ الآن، أنهم في 15 يوم كانوا يعملوا في التست تطبيق، سجلوا 236529 من 182 دولة. بدأ عمل تطبيق يوم 5/5. هنا واش نبداو نعاودو نقراو؟ ستقوم ديت ببدء مصادقة الكي واي سي قبل البدء في البث المباشر في البورصة حوالي 90 يوم. يعني قال لك على 90 يوم نبداو في عملية الكي واي سي قبل ما ندرجوا العملة في البورصة. يعني العملة يمكن إدراجها بعد 90 يوم، هما مروا يومين الآن أو ثلاثة لا أعلم. المهم يعني العملة 3 شهور، يعني تعتبر حاجة مش كبيرة بزاف. نشوفوا هنا وش يقول لك. بالنسبة للكي واي سي، ستحدد مصادقة الكي واي سي ما إذا كان من الممكن نقل الديت الذي قمت بتعدينه على السلسلة. يمكن تعريف الديت الذي يمكن تحصل عليه على أنه قسيمة عملة الديت. يمكن الحصول على ما يصل على عدد الديت الصادرة، ولكن ليس العدد النهائي لعملة الديت التي يمكن الحصول عليها. إذا قمت بترقية مستخدمي المستوى الأول ومستخدمي المستوى الثاني ومستخدمي المستوى الثالث، إجمالي الطاقة راح يوصل إلى 100 ديت. عند تمكين كي واي سي سيكون لدى مستخدمي المستوى الأول 2 من الكي واي سي فقط، والمستخدمي المستوى الثاني 3 كي واي سي، والمستخدمي المستوى الثالث 4 كي واي سي. مع نشوفوا هنا لازم حتى هنا يحكيوا الكي واي سي، يعني اللي ما عندوش إحالات يستعمل 2 كي واي سي فقط. أما اللي عنده إحالات من المستوى الثاني يستعمل 3 كي واي سي، المستوى الرابع يستعمل 4 كي واي سي، ولازم الإحالة تاعو كل تكون اجتازت الكي واي سي باش يدي العملة تاعو يدخل في رسم الخرائط. ملحوظة، ديتس التي لا يمكن مصادقتها بواسطة كي واي سي إلى نقاط قسائم الديت والتي سيتم تدميرها، وقسيمة النقاط المدمرة ليست عملة الديت، مما لا يؤثر على المبلغ الإجمالي لعملة الديت. ما إذا كانت نسبة التعيين لقيمة الديت الخاصة بك إلى عملة الديت هي رسم تخطيطي 1.1 ورسم تخطيطي 1%، سيتم تحديد بنفسي وبيانات الكي واي سي التابعة لك تمثل كمية الديت الحالية الخاصة بك على قسيمة الديت يمكن إصدارها وتعيينها على السلسلة قبل إكمال الكي واي سي، فهي ليست ديت على السلسلة. قال لك الناس اللي ما عملتش الكي واي سي راح يتموا يدمروا النقاط تاعهم هذوك. قال لك ماهمش راح ياثروا على السلسله لانهم مازالوا ما دخلوش في رسم الخرائط، باش نكونوا متفقين. نشوفوا هنا امر ثاني ما يهمناش، يحكيوا على الكي واي سي. نروحوا مباشره للتسجيل في العمله، الرابط راح يكون في صندوق الوصف وموجود في التليجرام اللي حاب يسجل في هذه العمله. لما تضغط الرابط تعمل هنا تسجيل، ثم ايميل باسورد، وتعاود باسورد، نحط المعلومات ونكمله، ثم نعمل كونتيني. نعاود نعدل الايميل فقط، هنا تعمل اسم مستخدم، ثم تعمل ريجستر. هنا واش قاعده تقول لك؟ تقول لك اختار ثلاثة يكونوا
كيما بعضهم مثلا احنا نختاروا هذو وهذه معها تأتي لهنا وندخلوا نعمل التسجيل ثم تخرج معك الواجهة هذه راح تمرر حتى الأسفل على أنك قريت ثم تعمل تسجيل ثم تبدأ التعدين من هنا. هذا هو التطبيق، الإحالة تاعك تأخذها من هنا. التطبيق جديد، لا نعلم مدى صدق التطبيق، ثم تضغط من هنا وتطلع الابليكاسيون. هتختار الاندرويد، اللي عنده ايفون راح يختار ايوس، كما نشوفه هنا في الهاتف سامسونج تخرج لك هذه الواجهة، تأتي إلى هنا تضغط هنا وتعمل انستالي، لأنه تقريبا هاتف سامسونج التطبيقات هذو يعمل كيما هك، ممكن هواتف خلاف ما يخرج فيها هذه الواجهة. ثم بعد ما تحمل المعلومات، بعد ما تحمل التطبيق تحط المعلومات تاعك وتدخل إلى التطبيق. لما يفتح معك التطبيق التعدين حيكون مرة في 24 ساعة. بالنسبة اللي حاب يغير اللغة، من هنا تختار اللغة اللي حاب تخدم بها وجمع إحالات، وننتظروا 3 أشهر ونشوفوا مدى صدق التطبيق. وفي الأخير نقولكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.